فقراتنا لهذا الصباح مع تنظيم غذاء أطفالنا خلال العطلة الصيفية. يمكن كل الأشخاص اللي هلأ بيحضرونا أول ما حكيت العنوان تنهدوا وتنفسوا الصعداء ليقولوا معقول بنقدر إنه ننظم غذاء أطفالنا بالأوقات الطبيعية يا دوب ننظمه، كيف ننظمه بالعطلة الصيفية اللي أحيانا بيكون فيها نوع من أنواع الفوضى بالنوم، نوع من أنواع الفوضى بالمواعيد، بالإضافة لنوع من أنواع الفوضى بالغذاء. كل هذا وأكثر رح نعرفه كيف ممكن ننظم هذا الغذاء. ولما سألت خلود تحت الهواء هل ممكن فعلا في ظل الجيل الجديد اللي يعتبر نوعا ما عنيد، هزت براسها وقالت لي طبعا ممكن. اهلا وسهلا فيكي اخصائيه التغذيه خلود جوينات حداد، صباحك ان شاء الله يا ربي سعيد، كيفك؟ صباح الورد لك وللمشاهدين، اهلا وسهلا فيك. حكينا تحت الهواء، قلت لك اوقات كثير يا دوب جيلنا احنا اللي يعتبر عائل هيك وراسي وهادي كان يرد يا دوب. هلا الجيل ما بدنا نضلنا حرام نحكي عليهم الله يحميهم، بس جيل متفتح اكثر، عنيد أكثر، عنده شخصيته وعنده رأيه، وأحيانا بيكون متمرد على كل القوانين. يمكن نقدر نضبطه لما بيكون في مدرسة لأنه بيضطر أنه يصحى الصبح، ولكن بالعطلة الصيفية الموضوع مفتوح، يعني بيقدر ينام قد ما بده، بيقدر يسهر قد ما بده، وهذا الشيء بيأثر على غذائه. فهل ممكن فعلا تنظيم غذاء أطفالنا خلود؟ بالضبط زي ما تفضلتي ألكساندرا، هي الفوضى اللي بتعم بالبيت وقت العطلة الصيفية، من حيث ساعات النوم، من حيث الغذاء، من حيث الطلعات، بتكثر طلعات الأولاد. بالبداية الموضوع اللي حكيتيه هو بالغذاء لا يمكن أن يفرض على الطفل، هاي الشغلة يعرفوها الأهل، إنه زي أي شيء ثاني سواء كان طفل أو مراهق صعب تفرضي عليه أنت فرض نوع الغذاء. هلا الأول 6 سنين من عمر الطفل، هاي 6 سنين يجب استغلالها لترسيخ العادات الغذائية الصحيحة للطفل، تترسخ بهدول 6 سنين. دائما الأهل هم حيكونوا قدوة لأبنائهم بعاداتهم الغذائية. لما يكون الأب والأم عاداته الغذائية صحيحة، الجو البيت كامل بعادات غذائية صحيحة، أكيد الطفل ما رح يعرف الأشياء الغير صحية إلا العمر، يمكن لما يروح على مدرسة يصير يروح على أعياد ميلاد وهاي الأمور، صح. بتكون ترسخ هو عنده أشياء صحية، بيكون خلص شاف واتبع الأسلوب الصحي إنه هذا الإشي صحي، هذا الإشي مو صحي. أوكي، طيب كيف ممكن ننظم غذاء أبنائنا؟ عم نحكي عن إفطور، كانوا يمكن يفطروا أو نعطيهم سندويشات لما يروحوا على المدرسة، هلأ هم عم بيصحوا بوقت متأخر، فممكن تسكيب انه يكونوا يعني ما افطروا. كثير غلط السكيب، كثير غلط السكيب. طيب شو نعمل؟ كثير مثلا الامهات بيجوا على العياده بدهم يعملوا دايت لاولادهم، لما اسال اي ساعه الفطور بيقولوا لي ساعه 2 3 انه الطفل او المراهق بضل نايم لهي الساعه لانه بينام الساعه مثلا 4 5 الصبح. هلا النوم هذا الساعه 4 5 الصبح والنوم متاخر لساعات من الظهر، هاي اول عمليه تعيق نزول الوزن عندنا اذا كان الطفل عنده سمنه. هلا سمنه الاطفال كثير منتشره وكل مالها بازدياد. أول إشي بدي أحكي للأم عدم إلغاء وجبة الفطور، حتى لو صحي الولد الساعة 2 3 مو شرط نحط له سفرة إنه يفطر، ممكن ياخذ موزة مع كاسة حليب، ممكن ياخذ بيضة مسلوقة، ممكن ياخذ نص كوب سيريال مع حليب، لأنه إذا حذفنا هاي الوجبة إحنا في عنا مجموعات غذائية وسعرات حرارية باليوم لازم ناخذها خاصة بمرحلة الطفولة. قلة السعرات الحرارية، قلة البروتينات بمرحلة الطفولة رح تأثر على نمو الطفل، فبالتالي تعرف الأم إنه عدم إهمال هاي وجبة الفطور حتى لو إشي بسيط أخذ الطفل، نتأخر ساعة عن الغداء وناخذ وجبة الغداء. وجبة الغداء من ايش لازم تتكون؟ وجبة الغداء لازم تتكون من 3 أشياء بالصحن، الكمية الأكبر من الخضروات، وللأسف الشديد كثير بلاحظ عندنا ألكساندرا الطفل كمية الرز اللي بتتحط بصحنه كثير كبيرة. يعني مرات بكتير. يعني شاب كبير أو مراهق أو صح. رجل ممكن أنه يأكل هاي الكمية، صح. ويجبر الطفل على إكمالها بحيث أنه كمل صحنك، فهاي رح تخلق عند الطفل عادة أنه أنا ما بأكل لأني جوعان، ممكن أصير أكل أكل العاطفي بنسميه، وأنا شبعان بس عشان بدي أكل لأنه هو كان يكمل وأرضي صحنه، وأرضي ماما أو أرضي بالضبط بابا، بالضبط أنه كان يكمل صحنه هو شبعان. فصحنا لازم يكون عبارة عن كمية مدروسة من النشويات حسب سعرات الحرارية وعمر الطفل، كمية أكبر من الخضروات، وضروري إطعم البروتين سواء لحمة أو جاج أو سمك أو بيض أو تونة. هذا شكل الصحن هيك لازم يكون على الغداء. تعرفي خلود بدي أقاطعك بشغلة، أنا نفسي نتخلص من ثقافة إنه كل ما الولد كان ملزلز، بالضبط خليني أحكيها بالعامية بصراحة لأنه هيك بحكوا، أو البنت ضعيف بقولوا لأمه إنه ليش ابنك ضعيف ما بتطعموه ما بت... هذا الصح. ويا حرام يمكن الأم دائما بتضلها مفكرة إنه مقصرة، فما بدها عرفتي كيف إنه قدام الناس، لأنه إحنا بتعرفي كلياتنا كيف أبداً. ثقافاتنا أبداً. فدائما بيعتبروا الشخص
المليان هو اللي عنده صحه يعني. هلا سوء التغذيه هي الكسندرا شقين، سوء التغذيه عندك سوء التغذيه النحاف الزائده طبعاً. وسوء التغذيه السمنه الزائده طبعاً. لانه هو سمنته جايه من ايش؟ جايه من ماكولات عاليه بالسعرات الحراريه وقليله من العناصر الغذائيه. فهذا كمان احنا بنسميه سوء تغذيه. بالعطله الصيفيه بنلاحظ انه كثير متردد على المطاعم او كثير من وصف الدليفري على البيت جانك فود مع السهر مع ساعات متاخره من الليل. هذا كله راح ياثر على صحه ابنائنا. مثلا كيف نعمل؟ ما راح نقول ما نروح مطاعم، نخليها مره بالاسبوع. ام عارفه انه ابنها الاسبوع هذا معزوم على عيد ميلاد، فيه جانك فود، فيه بيتزا، فيه برجر، فيه كيك، ما يروحوا هذا الاسبوع على مطعم وما يوصوا. عارفين انهم حيطلعوا هذا الاسبوع على مطعم، ما في داعي مثلا قبل بيومين من الجمعه اللي بدهم يطلعوها انهم يوصوا جنك فود على البيت. كثير ضروري الكساندرا نعود الطفل انه الجنك فود هو شيء مش صحي، انه اكل الماما هو الشيء الصحي بالبيت. تكتر الام طبخاتها من اليخنات، يعني فاصوليا، باميه، ملوخيه، سبانخ مع رز مع لحمه او مع دجاج. هاي هي اللي تعطي التغذيه للطفل، لانه كثير اطفالنا مرات بتقول الام انه هو ما بياكل خضار، ما بياكل فواكه. ابني ما بيحب الخضره، ما بيحب الفواكه، بس انه ما عندنا محاولات انه مثلا بحب مثلا الباستا نعملها مع صوص احمر بندوره، فينا نعمل ندخل كوسه على البلندر مع البندوره، فينا ندخل بروكلي على البلندر مع البندوره، بحيث انه الطفل هو ما بحب الخضار قطع كبيره، بس انها هي مهروسه ممكن انه نمرقها للطفل. طب خلود، لما عم نحكي عن تاخير بالنوم، اذا كمان تاخير بالاكل، شو يعملوا الاهل؟ لما مثلا بيجي الولد الساعه 2 او 3 بقول لك جوعان ماما بالزبط. والبيت يعني لساته كله صافي. بالبداية المشكلة السهر الطفل لساعة 2 أو 3 هو خطأ. هذا يا ألكساندرا حيأثر على دل مرهق الطفل، حيأثر على نمو هذا الطفل خلال العطلة الصيفية. رح أحكي عن أشياء خفيفة ممكن هالأم تستبدلها. الأم الموظفة والأب الموظف بيطلعوا على الشغل وبتركوا أولادهم بالبيت. كتير بلاحظ بالعيادة بتقولي لي بخبص ابني وأنا مو بالبيت. طبعاً. بخبص وأنت مو بالبيت، مو شرط الطفل يفتح خزانة المطبخ يلاقي تشيبس، يلاقي شوكولاتة، يلاقي بسكوتات، يفتح الفريزر يلاقي أنواع متعددة من الآيس كريم، يفتح الثلاجة يلاقي أنواع متعددة من الشروبات. بالنسبة له مدينة ملاهي، إذا بالنسبة لنا إحنا الكبار ملاهي هاي الحلويات. مشروب غازي، الطفل ما لازم ياخذ مشروب غازي، إحنا الكبار كمان ما لازم، بس أنا بركز هنا بحلقة اليوم على الأطفال. دائما الأم هدول الأشياء ما يكونوا تحت متناول إيد الأطفال ويتقول بعدين إنه عم بخبص، إنه مو قادر أسيطر عم بخبص. إيش لازم تخلي تحت ايديه؟ تخلي تحت ايديه الخضروات، تقطع له خضروات، تحط له جنبها تغميسه لبنه وزيتون، تحط له جنبها تغميسه حمص، تعمل له الفواكه. ابنك ما بياكل فواكه، ممكن نعمل فواكه كوكتيل، ممكن نعمل فواكه عصير، ممكن نعمل الفواكه اشكال نحطهم بستكس العيدان الخشبيه. هذا كله ممكن يغير نظره الطفل لكلمه فواكه. ممكن نخلي له بوب كورن بالبيت جاهز انه يلاقيه تحت متناول ايده، حتى بالليل ياكل بوب كورن احسن ما يروح ياكل اشياء ثانيه. ممكن ذره، ممكن ترمس مسلوق، ممكن حمص مسلوق نسلقه نحط عليه بهارات وملح نشويه بالفرن، بصير كرنشي مقرمش، بيعتبر الطفل شيء يعني كسناك صحي. ممكن خبز نقطعه مربعات صغيره نحط معه شوية زيت وبهارات نشويهم بالفرن، بصير بديل عن الشيبس، مقرمش بديل عن الشيبس. هاي كلها أفكار ممكن الأم تخليها بالبيت تحت إيد ابنها أو هي موجودة بالبيت تعطي إياها كسناكس لما يجوع. ممكن جبنة وبطيخ مثلا، في حفارات هيك بيعملوا البطيخ كرات، عرفتي؟ بجوز الأمهات الموظفات يقولوا ما معنا وقت وهيك، بس هي يعني 10 دقائق باليوم ما رح تعمل إشي. نحط لي إياها مع مكعبات جبنة بيضة بالشوكة، هاي يعتبر أفضل سناك صحي لخطة. خاصة لما بيكون مثلا مرات كتير جو حار، ممكن إذا الواحد حطهم بالفريزر أو بالثلاجة هيك بيكونوا باردين. الآيس كريم فينا نعملها بالبيت، هلأ في ماكينات آيس كريم بتجمد الفواكه وبتنزل الآيس كريم فواكه، يعني صافي فواكه، عبارة عن صافي فواكه بدون إضافة أي سكر. ننتبه كتير للسكر اللي بيتناوله الطفل، للدهون المشبعة اللي بيتناولها. الوجبات السريعة عالية بالدهون المشبعة، عالية بالدهون المتحولة، كوكيز الأطفال، الكيكات الجاهزة، كلها غنية بالدهون المتحولة. إحنا لازم تكون صفر بالمنتج. السكر المضاف، الطفل حسب عمر 4 إلى 6 سنين ما بتعدى 5 معالق سكر مضاف باليوم، هو ممكن ياخذهم بباكيت عصير واحد. أكبر شوي 6 معالق ماكسيمم بالمراهقة، 7 معالق من السكر المضاف. هدول ممكن ياخذهم بكوب عصير واحد أو باكيت شوكولاتة واحد هو بياكله باليوم.
متعدد. يعني احنا دائما بنقول الام ما تحرمي، ما تقولي له ما في شوكولاته، ما في شيبس، ما في، نعطي بدائل وإشي واحد زاكي في اليوم، يعني يتعود انه له إشي واحد في اليوم هو يختار ايش هو. صح، از تريتمنت. يعني عبيرو انت عم تحكي، انا ما سرحت منك بس انا صفنت بكميه الاكل اللي الواحد فعلا بشوف الاطفال عم بياكلوه. انت عم بتقولي لي قديش عدد المعالق بالعصير وقديش عدد المعالق السكر وقديش الدهون المشبعه. يعني بعرف انه التنشئه او التربيه هاي الايام مش سهله ابدا، وخاصه لما بتكون الام كمان عامله، ولكن يمكن الوقت اللي ممكن انها تستثمره بانه غذاء يكون صحي لاطفالها، يعني تتفاداه لا سمح الله بعد ما يصير عنده مشكله سكري او ضغط او سمنه، وتقدر انها تضلها رايحه جايه على الاطباء. كثير عم نلاحظ هلا الاطفال عندهم مقاومه انسولين من عمر صغير او سكري من النوع الاول، هذا كله جاي من عاداتنا الغذائيه الخاطئه، خاصه مقاومه الانسولين، الاكل العالي بالدهون، الأكل العالي بالسكر. بالنسبة للنشاط الحركي، أولادنا بيقعدوا على التلفزيون ساعة، بيروحوا حدائق، بنصح كتير يروحوا حدائق، سباحة، كرة قدم. بعد ما يخلصوا الحديقة ما نعطيهم وجبة جنك فود أو الكيس اللي بيكون مع الأم بالحديقة المليان عصير شيبس شوكولاتة، بعد ما الطفل يصرف مجهود كتير كبير من الطاقة. شكرا كثير عبير جوينات حداد، خلود عفوا، جوينات حداد أخصائية التغذية. أهلا فيك. معلومات قيمة، وأكيد حاولنا نسلط الضوء على الأمور العريضة زي ما بقولوا بالقصة. أكيد كل أم بتقدر إنها تتفنن وتعرف إنه ممكن يكون الغذاء فعلا سلبي لأولادها. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يا ألكساندرا.